في تعاون استقبل اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الدكتور هشام الشيخ والوفد المرافق له بحضور رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما كان له لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان. تناضل من أجل هذه الفكرة وهي تنمية فكرة الإعلان الحق في التنمية وتحويله إلى اتفاقية ملزمة، وطبعا الغرب لا يقبلون هذه الفكرة لأن فيها مسألة من يدفع الحق في التنمية، والجزائر تعرف دائما حاملة عالم الضعفاء في عالمنا الحالي، ولذلك تحاول أن تحول الإعلان اللي هو مجرد إعلان الحق في التنمية تاع 1986 إلى أن انسترومون كونترينيون أو اتفاقية ملزمة أو اتفاقية مكرهة أو اتفاقية إذن لها قوة الإلزام القانوني على مستوى الأمم المتحدة.